بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة قبل ما أبدأ أو نتكلم عن منتخبنا الوطني طبعا وفوز منتخبنا الوطني على الجابون النهاردة الحقيقة، وخلاص وصلنا للمرحلة النهائية. عندي الحقيقة النهاردة جات لي أخبار أن كان هناك تعليق من الكابتن عصام عبد الفتاح على أن هو مش هيتكلم في الإعلام خلال الفترة القادمة وهيركز مع الحكام، فأنا بشكر الكابتن عصام، أهو بنقول حاجة كويسة حصلت طالما هذا التصريح، إذا كان هذا التصريح صحيح. قال الكابتن عصام، قال أنه هو يعني محتاج وقت لتطوير التحكيم وتطوير الحكام وكذا وكذا، فهو قال أن احنا هنبتدي بقى نركز الفترة اللي جاية زي ما كنت مركز الفترة اللي فاتت. ده كلام الكابتن عصام، هيركز أكتر خلال الفترة اللي جاية، فده كلام محترم أنا بشكره عليه طبعا. لأنه ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه احنا خلال الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فاتوا الحقيقة دايما الكابتن عصام كان بيتكلم كلام غير منطقي من وجهة نظرنا، أنه هو كان بيتكلم دائما بلا منطقية شوية. فمن الواضح أن الكابتن عصام وصلت له كل المسجز أو كل الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها له. يا كابتن عصام، كل اللي احنا عايزينه أن يكون الدوري المصري بشكل أفضل في كل شيء. ثقتنا كبيرة جدا في الكابتن عصام عبد الفتاح، أيوة ثقتنا كبيرة وهتفضل كبيرة في الكابتن عصام عبد الفتاح، ولكن يجب أن تكون هذه الثقة من خلال الأداء في الملعب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية من الحكام. معنى أن احنا يبقى هناك تحكيم عادل، أن لو الأهلي لو عليه ركلة جزاء احسب حضرتك ركلة الجزاء على النادي الأهلي، ولكن إذا كان هناك ركلة جزاء يستحقها النادي الأهلي فمن فضل حضرتك احسب ركلة الجزاء اللي يستحقها النادي الأهلي. الاثنين، لا تمييز ما بين الألوان، لا احتواء ما بين الألوان، مفيش حاجة اسمها احتواء، مفيش حاجة اسمها تمييز. الحكم هو قاضي الملعب، هو اللي بيحكم بكل القوانين اللي في ايديه علشان تخرج المباراة لبر الأمان أو تخرج المباراة بشكلها الصحيح. النتيجة 5-0، النتيجة 5-3، النتيجة 5-1، النتيجة 10-0، محدش من الحكام من المفترض أنه هو ينظر لهذا للنتيجة. يعني دايما ما تبصش للنتيجة فوق، لا، لما تيجي تبص بص الأداء التحكيم وتطبيق العدالة والقوانين من خلال المباريات. هو ده اللي احنا ننتظره من الكابتن عصام ومن الحكام أو من التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية، هو ده دايما اللي احنا بنستناه. لان النادي الاهلي ذاق الامرين الحقيقه الموسم السابق، وانا الحقيقه دايما بحب انسى وما بحبش افتكر، ولكن كل اللي حصل خلال الثلاث مباريات السابقه او خليني اقول المباراه السابقه تحديدا يخليني استرجع اللي فات وابتدي افكر فيه وابتدي اتكلم عنه وابتدي اشوف ابتدي اشوف هو ايه اللي بيحصل. هو اللجنه هي هي وكل حاجه هي هي وكل حاجة واضحة للناس كلها. إذا كان هناك تحسن في الأداء فبالفعل كان هناك تحسن في الأداء، ولكن في المباريات المهمة يجب على الحكم تطبيق العدالة. مفيش حاجة اسمها احتواء، مفيش حاجة اسمها احتواء. الاحتواء ده ممكن ما بين واحد وواحد صاحبه كده، لكن مفيش احتواء في كرة القدم، مفيش احتواء في قانون بيتم تطبيقه. حتى روح القانون أو كيفية إدارة المباراة لما تقعد تقرأ بنود الفيفا فيما يخص التحكيم، لما تقعد تقرأ بنود الفيفا هتعرف أن مفيش حاجة اسمها احتواء. طيب ده التصريح طبعا من اليوم السابع، أوضح مسؤول لجنة الحكام أن اللجنة لا تنظر للسوشيال ميديا ولا الفيديوهات التي تنتشر من خلالها لصعوبة التأكد، وأكد مسؤول اللجنة أنه تم الاتفاق على عدم التعليق على أي وقائع تتعلق بالحكام والقرارات التحكيمية في الفترة المقبلة، لأن البعض يتصيد الأخطاء. ماشي، هنعدي كل الكلام ده، مفيش مشكلة يا سيدي. كل الناس اللي بتتكلم، يعني كل البرامج اللي بتتكلم هي برامج خاطئة وبتتصيد الأخطاء ويحاولون الزج بالحكام في أزمات جانبية زي ما التصريح اللي قدامنا بيقول. خلاص طالما حضراتكم شايفين، يعني كل الناس أجمعت على هذا الأمر، وكل الناس اجمعت على ان تصريحات الكابتن محمد عادل هي تصريحات خاطئه. كل ما فيش واحد اهلاوي او غير اهلاوي ما قالش ان الكلام اللي قاله كابتن محمد عادل ده هو كلام غير صحيح ولا يصح ان يقال، حتى لو على سبيل حسن النيه لا يصح ان يقال. نتصيد اخطاء ايه ونعمل ايه يا جماعه؟ مش كده، هنعدي. ماشي هنعدي الكلام ده، هنعدي ونشوف
وبعد كده حضراتكم من خلال هذا التصريح بتقولوا ان انتوا هتسكتوا ومش هتعلقوا على القرارات. على فكره ده الفيفا هو اللي بيقول الكلام ده، وده بعد اسبوع كامل كابتن عصام صبح وظهر وبالليل بتلاقي له تصريحات في كل حته، هو اللي بيتكلم مش احنا. احنا دايما بنكون رد فعل، لما بتقولوا حاجه كويسه او لما بتعملوا حاجه كويسه بنطلع نقول بنسقف وبنقول حاجه كويسه جدا، لان هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نمسك في حاجه كويسه ونمشي وراها. نريد التحكيم العادل لل 18 نادي للدوري المصري. الدوري المصري زي ما حضراتكم شايفين كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه. الناس يعني دايما يقول لك ايه، في فتره التوقف الدولي دي بتبقى الناس منزعجه شويه وزعلانه وكذا والكلام ده كله، عشان الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي والدوري الايطالي والدوري الالماني. دلوقتي المصريين بقوا يقولوا عايزين الدوري المصري يرجع، كلنا مستنيين الايجيبشن ليج. الكلام ده حقيقي بالمناسبه، لانه في مباريات حلوه جدا 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 بتتلعب بعيدا عن مباريات الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيره، لا وبيراميدز في الحمد لله شكرا لله، في مباريات بتتلعب حلوه فيها، في ناس كتيره بتنتظر الدوري العام المصري ورجوع الدوري العام المصري. صوره على اعلى مستوى، نقل بافضل كاميرات، افضل مخرجين، هم كده كده عندنا افضل مخرجين، افضل مصورين، كل حاجه حلوه. الجماهير زي الفل اللي بتخش الملعب بتشجع فريقها، كل حاجه بقت حلوه وكل حاجه. المؤتمر الصحفي مؤتمر منظم، الامور كلها ماشيه في اتجاه رائع جدا. لا ينقصنا الا التحكيم. حتى التصريح اللي قايلينه يعني قايلينه باستفزاز شويه، ولكن اوكي مفيش مشكله هنعدي. انا رسالتي لحضراتكم الحقيقه اتمنى ان الجميع ينظر الى شغله. من فضل حضراتكم بصوا على شغلكم، ما تبصوش على انتقادات الآخرين زي ما أنتوا بتقولوا. هي مش انتقادات بالمناسبة، لأنها هي انتقادات أداء وليس تصيد أخطاء زي ما التصريح اللي قال. أنا بنتقد حضرتك في أداء عملك اللي بتعمله أو في أداء شغلك اللي بتعمله، مش بنتقدك كشخص أبدا أبدا، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. أتمنى بس برضو مرة تانية أتمنى أن يتم إعلان لجنة الحكام، تشكيل لجنة الحكام. أتمنى اللي صرحت أو للناس اللي صرحت بهذا الكلام اللي احنا شفناه، أتمنى تقولوا لنا تشكيل لجنة الحكام بقى عشان نعرف نتكلم. إذا كان الكابتن عصام بقاله 10 أيام بره مصر والحكام محتاجة تطوير ومحتاجة، مين اللي بيعمل الشغل عشان نطلع نقول مين اللي بيعمل الشغل؟ ولكن بهذا الشكل وبهذا الأداء مفيش مشكلة، هنعدي التصريح. أنا اللي يهمني في التصريح إن أنتوا حضراتكم الكل هيسكت، أو حضراتكم اعترفتوا إن أنتم محتاجين تطوير أولاً، ده شيء جيد جداً، وإن الاعتراف أو بداية الإصلاح بالاعتراف بالتقصير فده شيء حلو جداً بالنسبة لي وشيء جيد جداً، لأن أنا كل اللي أتمناه أن يكون في تطوير في منظومة التحكيم خلال الفترة اللي جاية. دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنتم هتسكتوا، إن هتسكتوا وتركزوا في شغل التحكيم وتطوير التحكيم. أتمنى إن ده يحصل وتبقى المهم الرسالة اللي احنا بقالنا اسبوع بنقولها او 10 ايام بنقولها تكون وصلت للجميع، ان نحن لا ننتقد اداء، او انا اسف احنا دايما لما بنيجي ننتقد بننتقد اداء، ما بننتقدش شخصيات. وده لازم اقول الكلام ده او لازم اقول الكلمتين دول كل شوية. اتمنى ان يكون هناك تطوير وان يكون هناك عدل في ال 18 فريق، في ال 18 فريق خلال الفترة القادمة. مبروك مرة تانية لمنتخبنا الوطني ووصوله إلى المرحلة النهائية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. فوز على الجابون، يعني في كلام كتير هنتكلم شوية كويس وشوية وحش، لأنه الحقيقة الأداء لم يكن مش عاجب الناس كلها الحقيقة، أو مش عاجب معظم الناس بسبب طبعا تغييرات التشكيل وتجارب المدير الفني كارلوس كيروش. لكن في النهاية حضرتك أول مجموعة، مصر أول مجموعة تأهلت للمباراة الفاصلة. إن شاء الله عندك تحديات كثيرة خلال الفترة القادمة، عندك تحديين ورا بعض مهمين جدا جدا جدا، أولهم كأس العرب، تاني تحدي كأس الأمم الأفريقية قبل إن شاء الله المباراة الفاصلة في مارس 2022. خلينا نروح لترتيب مجموعة مصر في طبعا تصفيات كأس العالم. مصر في الصدارة ب 14 نقطة، والجابون في المركز الثاني بسبع نقاط، وليبيا في المركز الثالث بنفس عدد النقاط 7، وأنجولا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط. الحمد لله قضي الأمر، ومنتخب مصر سيواجه
احد منتخبات التصنيف الاول خلاص، لان الخمس منتخبات اللي في التصنيف الاول كلهم تأهلوا، المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم. بالنسبة للتصنيف الأول، السنغال، المنتخب السنغالي في 1564.9 نقطة، المنتخب التونسي في المركز الثاني 1525، المنتخب المغربي في المركز الثالث ب 1513، المنتخب الجزائري 1509، ثم يأتي في المركز الخامس المنتخب النيجيري ب 1478.1 نقطة. دول التصنيف الأول وكلهم اتأهلوا. نيجي بقى للتصنيف الثاني، التصنيف الثاني وعدد النقاط، المنتخب المصري في بداية التصنيف الثاني ب 1447 نقطة و85 من 100، والمنتخب الغاني 1424.87، وأما المنتخب الإيفواري في 1424.12، والمنتخب الإيفواري لم يتأهل وبالتالي هيجي مكانه الكونغو الديمقراطية اللي تأهلت بالفعل. أما المنتخب الكاميروني اللي فاز النهاردة على المنتخب الإيفواري وتأهل 1418، ثم يأتي المنتخب المالي في المركز العاشر 1412. إذن حضراتكم عارفين العشر منتخبات اللي هتلعب إن شاء الله، تسعة منهم اتأهلوا وواحد بس اللي كان مفاجأة، كوت ديفوار خرجت بره العشرة المصنفين أولا، ثم الكونغو هي اللي دخلت مكان كوت ديفوار، وبالتالي الفرق دي هي اللي هتبقى أو هتلاعب بعض خلال شهر مارس القادم. منتخب مصر الحقيقة لما تيجي تبص هتلاقي إن هو عنده هدف واحد بس مفيش غيره، هو الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 إن شاء الله، وبالتالي المفروض بقى نشتغل من دلوقتي وما نشغلش بالنا بقى مين تصنيف اول ومين تصنيف تاني. احنا عايزين نروح كاس عالم نلاعب اي حد ونكسب اي حد ان شاء الله ان شاء الله. نركز على ان احنا عندنا ماتش فاصل ذهاب واياب في شهر مارس مع منتخب قوي، مع اي من المنتخبات الخمسه اللي هنلعبها ان شاء الله نستطيع ان نفوز بطريقه اللي بيلعب بيها كارلوس كيروش، لانه الحقيقه كارلوس كيروش النهارده يعني تغييرات كثيرة جدا في الملعب وأمور كثيرة جدا حدثت والناس مش عاجبها، كل جمهور المصري أو معظم الجمهور المصري مش عاجبه لسه الأداء. إن شاء الله اتحاد كرة القدم كمان يوفر لمنتخبنا الوطني الإعداد المناسب، وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى المباراة النهائية إن شاء الله في شهر مارس، وإحنا كلنا متماسكين واحنا دورنا ان احنا دايما ندعم منتخبنا الوطني. من المفترض ان القرعه الان حتى الان هي يوم 18 ديسمبر المقبل، حيث يقسم الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا المنتخبات العشره الى مستويين زي ما حضراتكم شفتوا، وفقا طبعا للتصنيف اللي احنا عرضناه على حضراتكم. فرق الخمسه الاعلى في التصنيف ستواجه الفرق الاقل في التصنيف. لو بصينا بقى على جدول مباريات منتخبنا الوطني في الفترة المقبلة هنلاقي ان الدوري ان شاء الله هيرجع وهنلعب ثلاث جولات في الدوري العام المصري، وبعد كده منتخبنا الوطني يروح يلعب في كأس العرب بطولة ان شاء الله يستطيع تكون اعداد جيد للفترة القادمة. وموعد مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، مصر ولبنان في أولى المباريات إن شاء الله هتبقى يوم 1 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثالثة، ثم السودان ومصر في تمام الساعة السادسة يوم 4 ديسمبر 2021، ثم المباراة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري هتبقى في يوم 7/12/2021 في تمام الساعة التاسعة. ده دوري ده دور المجموعات، وإن شاء الله مصر لو تأهلت هنشوف بقى هتلعب مع مين. بطولة كأس العرب بطولة إن شاء الله تكون فرصة جيدة جدا للجهاز الفني ولكارلوس كيروش إن هو يستطيع أن يستقر على القوام الرئيسي والأساسي اللي هيلعب بيه، لأنه هيلعب في هذه البطولة بالمحليين علشان ياخد مجموعة من هؤلاء اللاعبين يلعب بيهم أكتر في المباراة أو في دوري أو في بطولة كأس أمم إفريقيا، وبعد كده إن شاء الله كأس أو المباراة الفاصلة اللي كل مصر إن شاء الله تنتظر هذه المباراة. خلينا نطلع نشوف رأي الناس أو رأي حضراتكم في الشارع عن رأيه في أداء المنتخب والصعود لنهائيات كأس العالم.
هل تستطيع مصر الصعود لنهائيات كأس العالم؟ ورأي حضراتكم أيضا في مباراة الجابون اليوم، وشفتوا إزاي منتخبنا الوطني؟ خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. والله فرصنا 70-80% في ظل الظروف اللي احنا شفنا فيها الماتشين الاخرى بتوع انجولا وبتوع الجابون. هي دي، هي يعتبر دي يعني عنق الزجاجه، دي اصعب مرحله، دي المرحله دي اللي هي النهائيه، ونتمنى ان احنا نواجه فريق صغير او يعني فريق ما يكونش الجزائر يعني، وان شاء الله نصعد باذن الله. لا تكير قوي بقى الفتره الجايه ديت، يركزوا جامد، يشتغلوا جامد، المدرب يحسن في اختياراته للعيبه، مفيش وقت بقى للتشتت، كل يوم نلاقي تشكيل لا شكل، ما ينفعش الكلام ده، لازم ثبات في التشكيل وان شاء الله خير ان شاء الله. بصوا احنا يعني نحاول نبعد عن اي حاجه غير الجزائر، يعني اي منتخب تاني زي الفل. الجزائر بصراحه تحسوا في حته تانيه، تقريبا معاهم 15 نقطه في 5 مباريات، فما خسروش ولا ماتش، فنبعد عن الجزائر ونقع مع اي حد تاني بالنسبه لي مفيش مشكله يعني. لا انا شايف ان ليها فرصه كبيره تمام، بس لو فيها تشكيله كويسه، لو التشكيله بقت كويسه هيبقى فرصتها كبيره ان هي تصعد، ايه تصعد كاس العالم. الأداء النهاردة ما عجبنيش الصراحة، يعني مفيش خطط، مفيش فنيات، نزول محمد صلاح متأخر، الإصابات برضو مأثرة على المنتخب. بالنسبة لخط النص مش بالأداء اللي احنا كنا متوقعينه الصراحة. والله الأداء مش حلو، واللعيبة البديلة دي ضعيفة قوي، فلازم نركزوا بقى عشان الماتشات الجاية صعبة. هو أداء المنتخب مش كويس قوي، لان خصوصا في الفتره الجايه هنلعب منتخبات قويه جدا، فمحتاجين اللعيبه تشد شويه وتهتم شويه وتركز شويه في الملعب عشان تقدر، خصوصا ان الضغط بيبقى كتير على محمد صلاح والفرق القويه، في فرق قويه تبقى داخله عليهم. يعني هو الماتش كان كويس نوعا ما، بس كان المفروض ما يبداش بثلاث مهاجمين، وكان مثلا يبدا بصلاح ومصطفى فتحي، كان برده ممكن ينزل في الشوط الثاني في بدايته كده، كان هيفرق برده، بس ما كانش ينفع يبدا بثلاث مهاجمين خالص. كنا نتمنى يكون احسن من كده عشان نكون صراحة، يعني طبعا ده بلدنا وفريقنا يعني، انما دلوقتي هو فرق لما نزل محمد صلاح جه الجون الثاني بقى 2-1. والمنتخب كالعاده واساسا من اول لما ابتدى اصلا في كل ماتش مع كيروش، الشوط الاول بيبقى سيء جدا، الشوط الثاني دايما بيقعد يحاول يلملم الدنيا وكده، بس برضه عامه عن الماتش ده يعني هو كده كده ما يحتسبش ان هو يقعد يجرب وعايز يعني يشوف كل لعيب امكانياته ونزل قفشه المره دي علشان يتاكد على مكانه ومكان عبد الله السعيد هيكمل هو ولا لا، من بعد ما جابه ما كانش جايبه في القائمه في الاول، فهو بيشوف اداءه وبيجرب الناس عشان يشوف هو غلطان ولا لا، نشوف برضه نزل محمود علاء في اخر دقيقه، هو عايز يشوف الناس عشان يحكم عليها هو، مش بيحكم عليها بنفسه لما يشوفهم، مش بالحكم عليهم من كلام الناس او كده. طيب زي ما حضراتكم شايفين في ناس كتير الحقيقة مش مبسوطة من أداء منتخبنا الوطني خلال مباراة اليوم، ولكن خلينا ننظر إلى القادم، خلينا ننظر إلى المستقبل. إن شاء الله كأس العرب تكون تحضير جيد، وكأس أمم إفريقيا إن شاء الله نستطيع أن احنا نعمل شيء في كأس أمم إفريقيا الحقيقة، لأن مصر دايما من المنتخبات اللي دايما بيبقى عليها العين في أن هي تقدر تفوز بكأس الأمم الإفريقية، وإن شاء الله كأس العرب كمان. طيب خلينا نروح بقى لأخبار البيت الكبير، أخبار النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيحضر التدريبات بعد العودة من الإمارات. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيحضر التدريبات اليوم الثلاثاء بعد عودته للقاهرة مساء أمس قادما من الإمارات. كابتن سيد عبد الحفيظ كان قد سافر إلى الإمارات رفقة أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة الدوري، توقف الدوري المقبلة. إن شاء الله الفريق الأول لكرة القدم بيدخل معسكرا مغلقا في الإمارات لمدة 15 يوم، وذلك خلال التوقف المقبل، فترة التوقف المقبلة لشهدها الدوري العام المصري. الجهاز الفني يمنح ثنائي الفريق راحة من التدريبات. الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي منح ثنائي الفريق الجنوب إفريقي بيرسيتاو والمالي اليوديانج راحة من المران اليوم بعد وصولهما من بلادهما في ساعة متأخرة من أمس.
ان شاء الله موعد وصول معلول وبدر بنون وميكيسوني. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان شاء الله التونسي علي معلول، مغربي بدر بنون. النهارده علي معلول جاب جون يعني في ال 18 يعني في الثمانيات حاجه كده، الجون الثالث لمنتخب تونس. الحقيقه منتخب تونس فاز على منتخب زامبيا 3-1 وتاهل زي ما حضراتكم شفتوا في او سمعتوا في بدايه كلامنا. منتخب تونس اللي جاب الجون الثالث جون حلو قوي، انا بنصح اللي ما اتفرجش على الجون ده ان هو لا لازم يتفرج عليه لانه جون حلو من اجوان علي معلول اللي جابها في مباراه اليوم. ايضا بدر بنون والموزمبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الفريق سوف يصلون القاهره غدا بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الفترة الدولية الحالية. كالعادة برضو موسيماني بيحاضر اللاعبين قبل بداية المباراة في محاضرة سريعة، والمران النهاردة كان فيه تقسيمة قوية للفريق استعدادا لمباراة المقاولين العرب. زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله مباراة المقاولين واحدة، هيرجع بقى الدوري مرة أخرى الحمد لله، ثلاث مباريات في بداية الدوري بتسع نقاط، أربع أهداف. استطاعنا الأهلي أن يفوز على نادي الإسماعيلي برباعية مقابل لا شيء، واستطاع أن يفوز على البنك الأهلي، ثم يعود ويفوز على نادي الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف. وإن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يستكمل مسيرته في الثلاث مباريات قبل التوقف الدولي اللي هيبقى طويل شوية بعد كأس العرب أو في كأس العرب وبعديه كأس الأمم الإفريقية. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير، هنتكلم عن منتخبنا الوطني وعن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. وبالمناسبه ابعتوا لنا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوه لضيوفي في هذه الفقره، اي سؤال يخص منتخبنا الوطني او النادي الاهلي، وهم كريم سعيد واحمد ثابت يقدروا يجاوبوا لحضراتكم عليه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب وحضرتك؟ طيب ربنا يخليك. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب ربنا يخليك. متابعين كتير بعتين لي عشان اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، فبالنيابه عنهم بهني حضرتك. كل سنه وكل مصر بخير يا رب دايما، وكل المتابعين دايما على دماغنا من فوق يعني. كريم خليني ابدا معاك، ووصول منتخبنا الوطني خلاص رسميا، وصول منتخبنا الوطني كمصنف تصنيف ثاني ان شاء الله للمرحله النهائيه في البطوله او تصفيات كاس العالم في مارس القادم، ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص الخمس فرق الاوائل زي ما هم كسبوا، الخمس منتخبات انا اسف كسبوا، وبالتالي مصر ستكون في التصنيف الثاني. وطبعا اعتقد يعني كيروش قدر فتره ليه يعمل لنا شكل، يعمل لنا فريم، حتى لو في بعض المباريات بيبقى عندنا بعض التحفظات على بعض الامور، ولكن اعتقد منتخب مصر فعلا دلوقتي فيه شكل يعني نقدر نشوفه. فريق حتى في مباراه انجولا مغلوب 2-0 والوضع يعني صعب شويه، لكن قدرنا نرجع. الامر ده ما كناش بنشوفه قبل كده، في حاجه بتتنفذ اكيد محتاجه وقت. النهارده انا في وجهه نظري بيلعب مباراه تحصيل حاصل، من حقه تماما يعمل اللي هو عايزه، خلاص هو حقق التارجت المطلوب منه وقدر ان هو يوصلنا للدور القادم. كنا نامل ان احنا نكون من المصنفين الخمسه الاوائل، ولكن ده ما حصلش، وخلاص بقى امر واقع ان احنا هنلعب مع احد منتخبات قويه، سنغال، جزائر، تونس، مغرب، نيجيريا. بكل امانه نسبتنا قدام الجزائر والسنغال 40-60 ليهم 40 لينا، نسبتنا ده من بدري كده. ده في وجهه نظري الشخصيه، حتى لو ايه اللي حصل خلال الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم يعني على الورق في الوقت الحالي بالسكواد بتاع الجزائر والسنغال والسكواد بتاع منتخب مصر والاداء بتاع المنتخبين دول واداء منتخبنا، كل امان يعني كل امانه 60-40 ليهم. لو لعبنا المغرب في وجهه نظري الشخصيه 55 مغرب 45 مصر، تونس نيجيريا 50-50 أوكي. احنا وهم، فاتمنى لا احنا ما عندناش تفوق في الوقت الحالي، ما اقدرش اقول ان احنا عندنا افضليه، لكن اتمنى ان شاء الله اذا
القرعه يعني كانت رحيمه بينا شويه ان احنا نلاعب تونس او نيجر على مستوى الشخصي. اتمنى ده ده تاني حد على فكره يقول لي موضوع تونس ده، يعني كابتن علاء نبيل اعتقد امبارح كان معايا كابتن علاء نبيل وقال لي انا اتمنى ان انا العب تونس وما العبش الاربع منتخبات الاخرى. المنتخب التونسي بيلعب يعني حد ما شبهنا وعندهم خمس اخطاء ولا تزال الفرص فيه 50-50 برضه مش يعني ماتش امانه يعني اكيد يا كابتن اسلام احنا برضو يعني منتخبنا مش سيء مش وحش، ولكن احنا بنتكلم ان في حاله من عدم الاتزان. الجزائر والسنغال فعلا الموضوع هيبقى يعني احنا لو واجهنا السنغال او الجزائر وان شاء الله باذن الله باذن الله تفوقنا هي مفاجاه. طبعا بالنسبه لي مفاجاه مش نتيجه طبيعيه، مفاجاه. لاعب المغرب عملنا مباراه قويه، منتخب مغربي قوي جدا، 6 ماتشات دخل فيه هدف واحد واخد ال 18 نقطة كاملة. تونس ونيجيريا مباراة بليبل ملعوبة في تنافسية، ما تقدرش تحسم مين اللي يقدر يحسم. بس الكلام ده اللي انت بتقوله يا كريم دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي الشكل مش هيتغير. لا ليه؟ لسه عندنا شهر 3 كاس عرب، عندنا كاس امم، وبعدين مباريات في شهر 3 برضه. يعني على الاقل انت عندك 6 مباريات رسمية صح. رسميه انا بتكلم يعني على الاقل على الاقل يعني لو خرجت بالدور الاول هنا والدور الاول هنا انت عندك ثلاث مباريات هنا وثلاث مباريات هنا، فليه لا؟ ده ممكن الشكل يتغير خالص، يعني ممكن اصلا في كاس الامم منتخبات تغير مدربين، ممكن تخرج من الدور الاول تلاقي منتخب غير مدرب اصلا، فتلاقي فرقه تانية بتلعبها. وبعدين انا بشوف ان المباريات بصراحه بتاعت النوك اوت مختلفه خالص عن مرحله المجموعات، يعني انا شايف ان منتخب الكونغو مثلا الناس كلها شايفه ان هو اضعف منتخب، يعني طبعا من الاسماء كاسماء موجوده يعني السنغال الجزائر المغرب نيجيريا تونس مصر الكاميرون جمهوريه الكونغو غانا مالي اقل اسم فيهم الكونغو، بس انا شايف ان اللي هيلاعب الكونغو هيتعب. ليه؟ لان هكتور كوبر حريف في مباراه النوك اوت الذهاب والاياب فهيدافع، والمباريات دي انت ما تضمنش برضو ممكن تجيب جون بدري، ممكن مثلا يبقى في ضربه جزاء مثلا ليك بدري ما تعرفش الحكم ايه، الجمهور برضو لو اعداده كبيره ان شاء الله. يعني اعتقد انا شايف ان منتخب مصر يعني مع كارلوس كيروش له ما له وعليه ما عليه. بس هي الناس النهارده مش عاجبها الاداء، هو الراجل حقق التارجت المطلوب منه. انت جايب مدرب وصلك في الاربع مباريات، اولا هو ما خسرش ولا مباراه، كسب 3 ده بالارقام، كسب في المباريات كلها يعني كسب في 3 مباريات وتعادل في ماتش وسجل في كل المباريات، ولكن هو عنده نوع من عدم الاستقرار، ده اللي عامل الربكه شويه، نوع من الربكه في التشكيل، كل ماتش شويه بطريقه لعب، يعني احنا في ماتش ليبيا لعب 4-3-3 واشدنا بيه وطريقه لعب جديده، جه في المباراه اللي هي قدام انجولا بدا الماتش ب 4-3-3 لما ما نجحتش ودخل فينا هدفين حولها ل 4-2-3-1، النهارده رجع تاني بيلعب 4-2-3-1، وفي الشوط الثاني قلبها 4-4-2 بوجود مروان حمدي جنب محمد صلاح وقفشه لاعب جناح شمال ومصطفى فتحي جناح يمين. ففي نوع من الربكه، الراجل برضو لسه مش مستقر، ده برضو مقبول في البدايه ان الراجل لسه جاي جديد لسه بيتعرف على اللعيبه لسه اول 4 مباريات فبيحاول، يعني جرب الاول 4-2-3-1 و4-3-3 و4-4-2 ففي لسه الشكل مش واضح، حتى برضو العناصر الموجوده كان في الاول بياخد طارق حامد بعد كده استبعده، حمدي فتحي ما كانش ليه دور قوي بعدين لما دخله الماتش اللي فات نجح، النهارده بدا بيه اساسي فبدا يعني بدا يقتنع نوعا ما ان حمدي فتحي هو الاساسي بتاعه وجنبه عمرو السولية والنني. يعني ده اعتقد ان كارلوس كيروتش بيحاول يوصل للتوليفه اللي هي المناسبه، يعني لو لعب 4-3-3 في المباراه دي اعتقد ان الاقرب في تفكيره حاليا حمدي فتحي والسولية والنني، وقدام لسه برضه هيرجع لك ما تنساش تريزيجيه لعيب مهم جدا جدا هيفرق معانا، هو ضربه الحقيقه، وعمر مرموش برضه الناحيه دي هتفرق. انا بالنسبه لي الحقيقه تريزيجيه ده قصه هيفرق تانية كتير، هيرجع في كاس الامم لسه راجع مع استون فيلا هيرجع لك هيديك قوه ضربه كبيره، فانا شايف بصراحه لا انا شايف ان اسم مصر كبير جدا. خلي بالك من معلوماتنا برضو ان هو مستني تريزيجيه يلعب بس 5 دقائق في اي مباراه وبيسال عليه على طول. انا شايف ان اسم مصر اللي عايز يصعد ما يخافش من حد، ده مبدئيا يعني انت خلينا نتكلم. بص الكلام ده ماشي ممكن نقوله اصلا انت مش بتلعب يا كابتن اسلام البرازيل، مش بتلعب فرنسا، مش بتلعب المانيا، انت بتلعب منتخب الجزائر او منتخب السنغال او منتخب تونس او منتخب الجزائر برضو منتخب عربي، انا شايف ان برضو منتخب الجزائر منتخب قوي ومنتخب محترم واقوى منتخب في افريقيا، بس انت برضو كتكتيك تقدر تلعبه. ايوه لا انا في الاخر لكن زي ما كريم قال كده في نسب معينه تقدر، انا بتكلم على حاليا احمد لاعب منتخب ما خسرش بقاله 33 ماتش
طبعا 33 بس في نفس الوقت الله انا اقدر العبه يعني اقدر اعمل معاه جيم ممكن ابقى ناسك منه اقدر العب جيم دفاعي وانا عندي السرعات قدام عندي محمد صلاح وعندي تريزيجيه انا عندنا اسماء عندنا احسن لعيب في العالم وهم عندهم برضه ماشي بس ولا. هل هم عندهم محمد صلاح ما عندهمش محمد صلاح مثلا رياض محرز ما بيلعبش ده بنجاح مين احسن لاعب في افريقيا حاليا واحسن ومن احسن 3 لعيبه في العالم محمد صلاح صح مش بنقلل من نفسنا في نفس الوقت بس عايزين انا شايف لا انا واخد وجهه النظر الثانيه ان احنا متفائل لازم متفائل شويه متفائل. كويس جدا كويس انا شايف على فكره إن... بحب وجهه النظر دي بس انا لازم يعني دايما عشان وجهه نظري ان المنتخب شكله مش حلو النهارده الاداء مش حلو بس الراجل بيحاول يلاقي التوليفه ممكن انت في بعض المباريات دي تقفل وتلعب على المرتده وتكسب مش شرط ان المنتخب اللي قدامك قوي انا موافق مش شرط المباريات يعني دي كلها على فكره هتلاقي 100 مليون موافقين ان احنا يوم في مارس في 20 مارس ولا في 25 مارس لما المباراه تتلعب والماتش الاولاني كسبت 1-0 او لو في حاجه اسمها ربع 0 يا ريت وهناك اتعادلت 0-0 هم عندهم يعني. منتخب الجزائر عندهم قوه هجوميه يعني عندهم يوسف البلايلي عندهم سفيان فجولي عندهم عملت ماتش جدا عليهم على منتخب يعني الجزائر ما ده ابسط مثال الشوط الثاني تحديدا يعني بوركينا منتخب محترم برضو منتخب جاي برضو. متطور بيتعادل مع على فكره الماتشين الجزائر ما كسبتهمش صح اتعادلوا يعني بقوه منتخب الجزائر بوركينا اتعادلوا نجح المدرب بتاعهم ان هو اذا لما بيبقى عندك مدرب كويس وعندك توليفه وعندك اوراق تقدر تعمل اي حاجه اوكي ده بالنسبه للارقام يعني. كارلوس كيروش بقى يا كريم مع منتخبنا الوطني لو تقولها لنا وتقول لنا رايك فيها يعني هو الراجل اعتقد حقق ارقام نقدر نقول ان هي مقبوله جدا في الفتره اللي هو اشتغل فيها احرق قدام ليبيا كسب 1-0 بعد كده 3 اهداف ماتش اوي بعد كده قدر يرجع قدام انجولا من هزيمه 2-0 وكسب الجابون 2-1 وانا مهم جدا جدا في ماتش انجولا بقول ليه دايما رجع لان احنا يعني منتخب مصر في الاونه الاخيره يا احمد ما عملش كامباك كتير يعني صح ده دليل ان بيبقى عندك شخصيه برافو عليك ولا وكمان اللعيبه ما بتفقدش حماس الامانه في يعني مش الثقه في نفسها كمان المشكله بتاع الجهاز الفني بتاع الكابتن حسام بدري تحس اللعيبه يعني انا اسف بيلعبوا بايه شكل موظفين موظفين احنا اتغلبنا خلاص يلا بقى مش مشكله وانتهى الموضوع في مباريات نفس المباريات استقبل هدفين قدام انجولا قدام ليبيا كانت شباك نظيفه في ال180 دقيقه وقدام الجابون النهارده استقبلنا هدف وحيد استحواذ قدام ليبيا 65% 50 53 49 قدام الجابون فبالتالي لحد ما مدير فني بيلعب على الاستحواذ ان الكره تفضل في رجلينا التمريرات يعني بنعمل حوالي 563 تمريره قدام ليبيا 475 برضو في ماتش الاياب 389 قدام انجولا 401 قدام الجابون طبعا ما اقدرش نقارنه ببيتسو موسيماني بيتسو موسيماني دايما ارقامه بتعدي ال 600 وال 700 تمريره في المباراه ده بيلعب الواحدة. بشكل واضح على الاستلام والتسديد بالظبط والمحاولات برضو ارقامنا كويسه قدام ليبيا 14 في اول مباراه 14 محاوله منهم 7 صح في المره الثانيه 12 محاوله منهم 6 صح قدام انجولا الرقم قل شويه 5 قدام الجابون النهارده 13 محاوله يعني الاكس جي بتاع اهداف متوقعه 1.6 قدام ليبيا في اول ماتش 2.7 قدام ليبيا في ماتش 0 بعد كده قدام انجولا طبعا اكيد الرقم ده قل بقى 0.8 قل شويه النهارده قدام الجابون اعلى رقم او ثاني اعلى رقم 2.3 والعرضيات 25 قدام ليبيا 12 قدام ليبيا 14 قدام انجولا 15 قدام الجابون برده اعتقد اداء احمد ممكن نسميه اداء هجومي مقبول وفتره كيروش مع المنتخب لغايه دلوقتي الماتشين الاخر كمان يا كريم الارقام فيهم متراجعه قوي يعني حتى الماتشين الاخر اللي هم قدام انجولا والجابون يعتبر انت فاقد الاستحواذ يعني الماتش الاخير النهارده استحواذك 49% ممكن يعني انجولا برضه كنت لازم تكسب او يعني تتعادل بس انت مباراه ليبيا هو احلى ماتش عمله لليبيا بره ملعبنا ده احلى ماتش كان جميل بصراحه ماتش في الاربع ماتشات لكن الماتشين الاخر ما كانوش حلوين قوي حتى محاولاتك قليله انت في ماتش اللي فات ده عامل 5 محاولات النهارده عامل 13 صح مش ده برده اللي احنا لسه مستنينه بس برده ايه لازم ندعم ولازم الفتره دي ان الراجل نقف جنبه وندعمه كلنا كمصريين لان هو لسه في البدايه لسه بيحاول يلاقي التوليفه المناسبه والبطولة العربية برضه هتبقى تجربة ليه كويسة معاك السودان معاك لبنان وعايز اقول برضه حاجة مهمة عشان برضه اكيد طبيعة الناس بتقارن ما بين الجهاز الموجود والجهاز الامان لغاية دلوقتي جهاز كيروش ما عملش خطأ فادح مفيش اخطاء فادحة نقدر نحاسبه عليه بنختلف معاه في بعض بس هو عنيد في اختياراته شوية عنيد يعني هو مصمم على اختياره في حاجات معينة كده يعني
مثلا على سبيل المثال اثنين لعيبه في الزمالك، يعني انا شايف ان طارق حامد كان احق مثلا من امام عاشور. نعم. في الانضمام في الفتره دي كارتكال ده الهدف. يعني النهارده مثلا اثبات مثال ان هو بيلعب بال 4 2 احنا اتكلمنا ان هو بيلعب 4 3 3 النهارده بيلعب 4 2 3 1. بص قفشه فين والسوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي والسوليه اثنين ارتكاز وقدامهم قفشه. قفشه لعبها جميله جدا، ضربه راس اسيست ذهبي لاحمد ياسر ريان. فده طيب بنوري لحضراتكم طريقه اللعب، يعني 4 2 3 1. الماتش المباراه اللي فاتت كان بيلعب 4 3 3 فلسه هو عنده حته الايه الربكه دي شويه او الذبذبه مش مستقره على التشكيل يعني، وبرده بيدي فرص يعني السوليه حمدي فتحي بيدي القفشه ما كانش بياخد اول مره اخيرا يديله. احمد ياسر ريان برده بجناح هو اللي كان عامل النهارده عدم اجاده في التشكيل من وجهه نظري في طريقه اللعب. احمد ياسر ريان ومحمد شريف ومروان حمدي بيلعب بثلاث راسات حربه كتير قوي كتير، يعني ثلاث راسات حربه في التشكيل مش لازم الجناح يعني محمد شريف بيلعبها في بعض الوقت ولعبها في انبي بس برده مش قوي يعني مش جامد قوي فيها في حته الجناح. برده احمد ياسر ريان ما لعبش جناح خالص، مروان حمدي اصلا مش المهاجم اللي هيفتح لك مساحات عشان الناس دي تيجي من تحته، فكان في نوع من عدم التوليفه يعني الجيده. ده دور حمدي فتحي في الهدف. حمدي فتحي احسن لعيب في منتخب مصر في الماتشين الاخر بصراحه. حمدي فتحي دوره في استعادة الكرة الثانية مهم جدا في المباراة اللي فاتت اللي قدام أنجولا، نزل غير لك الشكل. الماتش ده برضو بدور مهم جدا في استعادة الكرة الثانية، هو اللي قطع الكرة ويلعبها القفشة، لكن احنا حاسبين المسافة قطعها ويلعبها القفشة بشكل ممتاز يعني. طيب ده كان شكل منتخبنا الوطني في مباراة اليوم. يعني كنا عايزين نتكلم كريم برضو عن تعليق الكابتن عصام عبد الفتاح على فيديو ابو جبل. انت كنت عايز تتكلم في هذه النقطه. طبعا نقطه مهمه، احنا كنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على موضوع التحكيم وانا بس قبل ما تقول اي حاجه، احنا عرفنا النهارده ما اعرفش هل هي تصريحات صحيحه ولا هي موجوده على اليوم السابع الحقيقه، وبالتالي هي اقرب للصحه يعني. كابتن عصام او حد مصدر في لجنه الحكام اللي احنا يعني بنحاول نعرف تشكيلها ايه، بيقول ان هم خلاص مش هيتكلموا وان هم خلال الفتره اللي جايه هيشتغلوا على تطوير التحكيم لان هم معرضين او يعني الناس بتتصيد الاخطاء بالنسبه لهم وكلام من هذا القبيل. وهو بالظبط هو ده الخبر معانا. اللفظ ده مهم جدا احنا نقف عنده. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على تصريحات الكابتن محمد عادل، لا اعتقد ما حدش اجبره انه يقولها، هو قالها بمحض ارادته، هو اللي لوحده خد قرار ان هو يطلع في الاعلام ويطلع يقول اللي هو عايزه، وطالما ان انت قبلت انك تقول فبالتالي تقبل ان سيتم نقد كلامك سواء بشكل ايجابي او سواء بشكل عليك. سلبي كلامك. انت اللي برافو عليك. خلال الاسبوع ده ظهر فيديو ليس مسرب، تاني اهو انا دقيق جدا في اللفظ، ظهر فيديو ليس مسرب، ده فيديو تم تصويره من احد زمايلنا المصورين التابعين لأحد المواقع الموجودة في الساحة الإعلامية في الوقت الحالي، وصور الفيديو من خلف المرمى، خلف مرمى نادي الزمالك في الشوط الثاني في ركلة جزاء النادي الأهلي اللي تم إحراز منها الهدف الخامس. مصور رسمي مع آي دي داخل جوه الملعب صور الفيديو لمحادثة ما بين أبو جبل وكابتن محمد عادل وأشرف بن شرقي. الصوت اللي طالع واضح في الفيديو صوت ابو جبل وهو بيقول له انا معاك في اي نتيجه انت عايزها قول لي بس. ده صوت واضح ليس فيه اي تلاعب، ليس فيه اي مونتاج، ليس فيه اي ساوند شوب. لو هنقول فيه فوتوشوب وفي ساوند شوب، مفيش ساوند شوب فيه. اشرف بن شرقي انا على المستوى الشخصي وكل امانه فعلا لا استطيع ان احدد هو قال ايه، صوته مش واضح. انا اللي ركزت معاه صوت ابو جبل، وكلام ابو جبل واضح للكابتن محمد عادل ان في اتهام بتوجيه النتيجه. لما لاعب يقول لحكم انا معاك في اي نتيجه انت عايزها، ده واضح جدا اتهام بان انت نازل تعمل نتيجه معينه. فكان على اقل تقدير مفروض الكابتن محمد عادل يحفظ هيبه حكم اللقاء ويديله كارت يتكلم معاه. حد الكابتن محمد عادل ما سمعش اشك تماما، لان المصور الكاميرا اللي معاه خلف المرمى خلف الشبكه بس بعيد في فجوه الصوت وصل، فاكيد كابتن محمد عادل سمع. طيب اجي بقى للفظ حضرتك قلته. كابتن صلاح فتاح طلع قال في تصريحات نقلها زميلنا هاني حتحوت، وقال كابتن صلاح فتاح قالها له شخصيا، قال له
انتوا بتتصيدوا لمحمد عادل وايه يعني لاعب بيكلمه؟ طيب يعني لاعب بيكلمه بيقول كده. هو الفيديو ده كانت نظريه الاحتواء، الفيديو ده زميلنا المصور او احنا عملناه على ايدنا، يعني احنا فبركناه مثلا، مش دي واقعه حصلت؟ ده في اسبانيا، في اسبانيا اس جريده اس عندها تيم في الجريده متخصص لقراءه الشفايف، وبسبب التيم ده كل لعيبه العالم اتعلموا حركه ايه هي؟ لما يجي يتكلم في الماتش يعمل كده، يحط ايده على بقه. الناس تسال ليه بيحط ايده على بقه؟ عشان عارفين الصحفيين حتى لو مش سامع الصوت بيبقى فيه تيم متخصص في قراءه الشفايف، وبالتالي عايز توصل ليه يا كريم؟ عايز اوصل ان الكابتن سعد فتاح المفروض في اي مشاكل من النوعيه دي يطلع يقول يا جماعه ايوه عندنا مشاكل هنحلها بالظبط كده، مش يبدا كل همه ان احنا شايف ان الموضوع شخصي. مفيش شخصنه، ما ان كنت تاني اهو للمره المليون يا جماعه والله بقولها لكم بكل امان عشان الموضوع ده خالص مهما يحصل، واتمنى طبعا يحلوا الموضوع، لن ينصلح حال التحكيم في مصر في الوقت الحالي خلاص الا بقرار واحد، وهو قدوم رئيس لجنه حكام اجنبي. هو ده القرار اللي هياخدنا من منطقه لمنطقه وهيخلي الدنيا هاديه وهنتقبل اي شيء. تمام، بس نتمنى ان ده يحصل ونشوفه خلال الفتره اللي جايه. زي ما قلت لحضراتكم احنا كل اللي محتاجينه هو العدل لل 18 فريق خلال الفتره اللي جايه. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف الاهلي عنده فريقين ولا عنده ثلاثه ولا عنده ايه، من خلال احمد ثابت هيقول لنا النهارده النادي الاهلي، وهنتكلم اكتر عن النادي الاهلي مع كريم سعيد واحمد ثابت بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد النهارده كنت عايز تتكلم اكتر عن النادي الاهلي وتشكيلات النادي الاهلي اللي في عقل موسيماني. طبعا بيتسو موسيماني من الواضح ان هو كمان في الوديه الاخيره قرر ان هو يلعب الموسم ده الاقرب لينا اللي هي 3 4 3، واضح ان هو مجهز كذا تشكيل النادي الاهلي عنده في اكتر من مكان. يعني في حراسه المرمى مثلا ده التشكيل اللي بدانا بيه مباراه الزمالك، عندنا محمد الشناوي في حراسه المرمى، الثلاثه اللي ورا حمدي فتحي، ايمن اشرف، بدر بنون. هو الباك بيبقى اسمه باك جناح، ظهير جناح، يعني بيتقدم لقدام وبيدافع. علي معلول ناحيه الشمال واكرم توفيق ناحيه اليمين، الاثنين اللي في النص عمرو السوليه وديانج، الاجنحه بتاعتنا بيرسي تاو وقفشه اللي بيخشوا دايما لجوه، وقدام محمد شريف. طب مين اللي هم برضو اللي برضو يعتبروا اساسيين او اللي هم في التشكيله الثانيه برضو في فكر بيتسو موسيماني؟ نبص عليهم. في حراسه المرمى في علي لطفي وفي مصطفى شوبير وفي حمزه علاء، دول برضو حراس كلهم ممتازين. نيجي للدفاع، مين اللي يقدر يلعب مكان حمدي فتحي اللي هو المساك الثالث، لان احنا بنلعب 3 فلات. مين اللي في النص يقدر يلعبها؟ رامي ربيعه، ويقدر يلعبها محمود متولي. رامي ربيعه لعب في المباراه الاخيره وقدم مردود كويس جدا. الاثنين المساكين منية سمنود، منية سمنود اوكي. محمد هاني ناحيه اليمين برده اللي لعبها مساك يمين، وياسر ابراهيم موجود كمساك ايسر برده، يقدر ايمن اشرف برده معاهم. يعني في اكتر من حل قدام بيتسو موسيماني. الحل اللي فاجئني بيه بيتسو موسيماني واللي اعتقد ان هو بيفكر فيه وبرده حل مهم جدا، هو وجود حسين الشحات في المركز بتاعه اللي كان بيلعب فيه في مصر المقصه اللي هو الظهير الجناح اليمين. حسين الشحات في المكان ده في المباراه دي عمل 3 اسيست وسجل هدف. صحيح المنافس مش قوي، بس انت في المباريات الوديه ممكن بتجرب بعض الحاجات اللي المدرب يستفيد منها، زي وجود حسين الشحات في المكان ده ممكن يكون افيد من اكرم قدام الفرق الضعيفه اللي هي مش الضعيفه اللي هي بتقفل، فانت محتاج واحد هجومي اكتر، محتاج ان انت ترمي له الكوره وهو يعمل العرضيات كتير. فحسين الشحات مميز في الحته دي قوي. اكرم هيبقى مميز في المباريات القويه اللي هي قدام الفرق اللي هي زي المباريات الافريقيه تحديدا، لان اكرم مميز على المستوى البدني. الناحيه الثانيه كريم فؤاد قدم مباراه هايله. كريم فؤاد باك يمين ماشي، باك شمال ماشي، جناح ماشي، بيلعب وسط ملعب، لعيب هايل، مكسب كبير، وبصراحه يستحق برده فرصه. اعتقد ان هو هياخد الفرصه في الفتره الجايه. الاثنين الارتكاز عمار حمدي واحمد عبد القادر، ده برده مع السوليه ومع ديانج. الاجنحه بتاعتنا طاهر محمد طاهر، لويس ميكوسوني، مع بيرسي تاو، مع قفشه، مع كهربا، مع صلاح محسن، كل دي اجنحه في الموجوده. قدام حسام حسن وصلاح محسن بيلعب مع محمد شريف. اذا الفكره بتاعت بيتسو موسيماني انت معاك سكواد اقوى سكواد في افريقيا حاليا، سكواد النادي الاهلي، يعني اقوى سكواد في افريقيا، معاك بدلاء في كل مكان. ما نقدرش بقى نقول، وفي محمود وحيد على فكره برضو باك ليفت ما ننساهوش،
يعني ده في لعيبه كمان يعني بسم الله ما شاء الله السكواد قوي جدا جدا جدا. في كهربا وفي كهربا في صلاح محسن قدام محمد محمود برضو في محمد فخري يعني في سكواد قوي جدا يعني سكواد بسم الله ما شاء الله رائع. برضو الفكره ان هو وجود المساك الثالث بيتسو موسيماني اللي فكر فيها اعتقد ان هو بسبب وجود بعض المشاكل الدفاعيه في الموسم اللي فات بدا يفكر التفكير ده يعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا. ولكن بشوف ان الطريقه دي برضو اعتقد ان اللي بيدور في عقل موسيماني حاليا طب انا قدام الفرق الضعيفه اللي هي مش الضعيفه بمعنى ضعيفه الفرق اللي هي بتقفل قدامي يعني. بتقفل قدامي بتلعب دفاع منطقه طول الماتش هل العب ب 3 4 3 طريقه هيكتور كوبر عشان الناس فاكره طريقه هيكتور كوبر هل العب ب 3 4 3 ولا العب ب 4 2 3 1 ايه اللي هيبقى افيد لي يعني ده السؤال هو في ايديه الاثنين حمدي فتحي هيقوم زي حمدي فتحي قدام هيطلع لاعب من وسط الملعب ده ما بين الشوطين مثلا صح. ويلعب حد مهاجم فهتبقى الطريقه اتقلبت من 3 4 3 ل 4 2 3 1. تعال نشوف في المباراه الوديه ايه ابرز المكاسب مين اللي معاه الكوره ده رامي ربيعه اللي معاه الكوره اهو بص التمرير الطولي المميز بتاع رامي ربيعه هو اللي بدا الهدف وتحرك حسين الشحات المميز حسين الشحات قدام الفرقه دي لما بيتحرك في الجبهه دي اعتقد ان هو يصنع الفارق صحيح المنافس هكررها تاني المنافس مش قوي ولكن انت في التجارب دي بتستفيد من بعض النقاط حسام حسن لازم نديله حقه مهاجم قناص مهاجم داخل الصندوق سترايكر زي ما قال الكتاب هداف بيتحرك كويس جدا قوي جدا بدنيا هيفيدك في المباريات الافريقيه. نجيب برده الهدف الثاني نتكلم على كريم فؤاد برضو نديله حقه لانه لعيب مميز جدا. بص الاوفر بتاع كريم فؤاد الشوط الثاني راح ناحيه اليمين الشوط الاول كان ناحيه الشمال الشوط ده بص الاول على حسام حسن ولعبها لحسام حسن طبعا بسم الله ما شاء الله قوي جدا في الالتحامات والهيدر بتاعه كويس هو نوعيه مختلفه بتديك نوعيه مختلفه عن محمد شريف. محمد شريف على الارض هيفتح مساحات هيتحرك بشكل كويس مهاجم وهمي لكن حسام حسن مهاجم نموذج التوجيه بتاعه ضربه الراس مميز جدا في الضربات الراس وفي الالتحامات الهوائيه والاوفر بتاع كريم فؤاد اوفر عالمي. كمل كريم تمام طيب. احنا المفروض كابتن ان شاء الله يوم الجمعه عندنا لقاء نادي عندنا الفكره اللي في دماغ بيتسو موسيماني او الافكار بلاش فكره واحده عشان يبقى الافكار اللي هيتكلم او اللي هيفكر فيها بيتسو موسيماني خلال الفتره القادمه. احنا عندنا ان شاء الله يوم الجمعه ماتش المقاولين وعندنا يوم الاثنين ماتش غزل المحله في المحله في الاستاد لحد ما بقى فعلا يعني في صعوبه صعب علينا شويه في لعب المباريات عليه حد السنه اللي فاتت نفتكر المباراه فعلا كان فيها مشاكل فنيه كتير. طيب احنا ايه مشكلتنا في المباريات دي؟ مشكلتنا في المباريات دي ان الفرق اللي قدامنا زي ما قال احمد دايما بتلعب بطريقه واحده وهي زون ديفنس ايا كان الفورميشن اللي بيلعبوا لكن معظم الفرق السنه دي واضح ان هي بتلعب بالاربعه الورق هنشيل واحد اسف اربعه اثنين ثلاثه واحد وضعا في الاعتبار ان احد الاثنين دول في خط الوسط بيرجع لمركز المساك الثالث وتتحول الطريقه في حاله هجوم النادي الاهلي لما يشبه الخمسه اثنين اثنين واحد وبالتالي بنلاقي في زحمه في نص ملعب المنافس وبيسيبوا لنا خالص تماما نص ملعبنا نعمل فيه اللي كل المسافه دي احنا بنطلع بالهجمه زي ما احنا عايزين مفيش اي مشكله. طيب بنيجي هنا في الحته دي يبقى عندنا الازمه في الاختراق. انا اعتقد مع الشرح اللي قاله احمد مباراه مينيا سمنود واللي احنا شفناه السنه دي واضح جدا بيتسو موسيماني لقى الحل بتاعه في الثلاثه اربعه ثلاثه لان هي فعلا الطريقه اللي بتكسر الجمود في طريقه خمسه او طريقه اربعه. ليه؟ لان الفريق المنافس بيبقى عنده ازمه في المراقبه. النهارده 3 4 3 ما بتعتمدش خالص على الكرات العرضيه، احنا بنلعبش كروسات، حتى بيتسو موسيماني اكد المعلومه دي في ردا على سؤال احد الزملاء الصحفيين في مباراه البنك الاهلي بيقول له اللعيبه كانت بتعمل كرات عرضيه كتيره، الشوط الاول قال له ما بتعرفش كده. اللعيبه كانت مضطره تعمل كده بسبب ان هم جم اتزنقوا فبالتالي واضح ان بيتسو موسيماني لقى الحل بتاعه في 3 4 3. طيب احنا منتظرين ايه في مباراه المقاولين وبعديها خصوصا ماتش المحله؟
اعتقد يعني ماتش محلك كمان اصعب من مباراه المقاولين. مش عشان خاطر السكواد طبعا، كابتن محمد عوده الامانه عامل فرقه محترمه جدا السنه دي. الفريق غزل المحله بيحتل المركز الثالث، كسب امبي في المباراه الاخيره 3-0، وقبليها كسب ايسترن كومباني 3-2، ومتعادلين مع النادي المصري 1-1 في الاسبوع الاول، فبالتالي 7 نقاط بيحتلوا المركز الثالث، فرقه واضح انها كويسه. نضيف عليها كمان الملعب سيء، ملعب غزل المحله من الملاعب، ذكريات الملعب المحله دايما بالنسبه للاهلاويه مش كويسه، واحداثياته غريبه يعني بصراحه احداثيات الملعب اعتقد محتاجه تتعدل شويه يعني. فانا اشوف ان احنا فعلا محتاجين نعمل نفس اللي عملناه مع نادي الزمالك وعملناه مع نادي الاسماعيلي، ما تسيبش اللي قدامك يشم نفسه. نادي الزمالك سيبنا له الكوره اول 5 دقائق نشوه البدايات وبتاع، وبعد اول 5 دقائق شكرا 3 اهداف في اقل من 10 دقائق لغايه الدقيقه 25 صدمه، انت بتعمل له شوك زي ما شفنا نادي الاسماعيلي شوك صح. او تجبره ان يلعب زي كابتن خالد جلال في ماتش البنك الاهلي، ما تهاجمش 45 دقيقه قدامنا الشوط الاول هجمه واحده بس للبنك الاهلي، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين نشوف نفس التكتيك بيتلعب، نفس الضغط، نفس فتح المساحات، نبعد تماما عن الكرات العرضيه، نحاول على قد ما نقدر نلعب على المساحه والاختراقات اللي احنا بنخترقها ما بين الفول باك وما بين الاثنين مساكين. وفي نهايه كلامي اتمنى على المستوى الشخصي يوم الاثنين الجاي نعمل سكور في غزل المحل. نفسي بصراحه عندي سؤال برضو تكمله عندي سؤال تكمله لكلام كريم. طب احنا قدام الفرق، اعتقد ان السؤال ده برضو بيدور في عقل بيتسو موسيماني، انا قدام الفرق اللي هي المقاولين المقاولين اكيد كابتن عماد النحاس انا كنت حاضر مباراه الاهلي والمقاولين الدور الثاني اللي فات، لعب دفاع منطقه قفل المساحات، هل انا لما العب 3-4-3 هتنفع قدام الفرق دي، ولا انا خسران واحد ورا ارجع لطريقتي قدام الفرق دي 4-2-3-1؟ كابتن اسلام رد عليك قال لك انا اول ببساطه ما هلاقي اللي قدامي ازق حمدي فتحي قدام زي ما عمل مع ربيعه قدام منيه سمنود. ربيعه انت شفت ربيعه كان بيلعب ازاي؟ كان بيلعب كارتكاز اساسا، بيلعب كارتكاز ثالث. هيبقى فيها 3 ارتكاز، ولكن اقدر اشوف كده مثلا في اول ربع ساعه ثلث ساعه لو الثلاثه ارتكاز هو جاي شايل حد ومنزل الرابع، وحتى لو بعد ثلث ساعه مانويل جوزيه كان لما بيجي يعمل حاجه وخلاص هي عايز يلعب بالطريقه دي ممكن بعد ثلث ساعه يقوم جاي مغير. صحيح طالما الطريقه مش ماشيه مثلا او فيها الدنيا ما قافله من كذا حته او حاجه، بس مش هتضيع شوط. لا مش هتضيع شوط ليه؟ وانت ممكن تكسب بالطريقه دي او ممكن تلعب بالطريقه دي. انت عارف يا اسلام الماتش المحل فعلا ايه مشكلتنا الوحيده فيه؟ ان الطريقه دي بتحتاج لعب كره على الارض كتير، والملعب العشب بتاعه مش متوازي يعني مش متوازي. تلاقي حتت عاليه وحتت واطيه، فمساله التمرير لحد ما فيها ازمه. وهنا ممكن اعتقد ربما برضه يبقى عندنا الحل التاني، الحمد لله ان احنا معانا سكواد كويسه، ان احنا ممكن في شوط تاني. لسه كنت هقول لك اصل انت عندك يعني عندك حلول يعني انت ممكن دلوقتي بتتكلم في كده صح؟ ممكن تلاقيه بيفكر ان هو الثلاث ماتشات اللي جايه هيلعب 4-2-3 4-4-2 4-2-3-1 زي ما كنا محتارين قبل مباراه الزمالك. وكلم انت نفسك احنا قلنا في كذا خط. لا وكمان ملعب غزل المحله اذا الشوط الاول احنا فعلا لقينا ان في ازمه في مساله التمرير ومساله الاستحواذ، يبقى انا الشوط الثاني اوفر الوقت والجهد على نفسي واحط 2 رؤوس حربه في داخل منطقه الجزاء والعب على الكرات العرضيه، لان هي دي الازمه في ملعب غزل المحله. يعني انا في وجهه نظري فعلا يعني ان شاء الله باذن الله ماتش المقاولين برضه زي ما احمد شرح بيبقى في المتناول شويه. المشكله لا مفيش ماتشات في المتناول صدقني السنه دي. انا اتفرجت على ماتشات كتيره جدا للمباريات صح، مفيش فريق ضعيف عفوا مباريات كتيره جدا ليها. لا الفرق اصبح يعني عارف انت حتى لما بتيجي تتفرج على المباراه في التلفزيون بتبقى مبسوط صح. مش كل الماتشات طبعا، لكن على الاقل 70% من الماتشات، وده ما كانش بيحصل في الاول. انت كنا بنتفرج على مباراه الاهلي وشكرا، او يعني مباراه كمان جنبها ولا حاجه وخلاص. لكن دلوقتي انت بتتفرج على يعني ماتش المحله وامبي كان ماتش حلو. نعم ماتش الاتحاد وسموحه في اول الدوري ايسترن كومباني ماتشاتها حلوه جدا. ماتشات ايسترن كومباني على الرغم ان هم مشوا علاء نوح لكن كان عامل مباريات جيده، وبالتالي لا عايز تشوف فيوتشر، عايز تشوف بقيه الفرق اللي موجوده، وبالتالي لا الماتشات كلها حلوه. وده يخلينا نروح للتشكيل المتوقع للمقاولين العرب. التشكيل المتوقع للمقاولين طبعا هو كابتن عماد النحاس هيلعب 4-3-3 يعني نمسح بقى 4-3-3 طبعا الاقرب. لو انت عايز حاجه من الفيديوهات دي طيب
لا لا هنستعرض بقى تشكيل المقاولين المتوقع. اوكي تمام. اول حاجه في حراسه المرمى محمود ابو السعود الاقرب، محمود ابو السعود، باسم علي باك رايت، فاروق كابوري المساك ناحيه اليمين، محمد سمير المساك ناحيه الشمال، بعد كده أسامة الرمضاني ده باك شمال جاي من شبيبة القيروان التونسي، هو تونسي هيلعب مكان حسن الشامل اللي أخذ كارت أحمر في المباراة الأخيرة. الثلاثة الارتكاز أحمد مجدي وعبد الله ياسين وجبنة، ثلاثة الارتكاز بتوع المقاولين العرب. لويس نستروزا ناحية اليمين، محمد حمدي زكي قدام، وجون أكولي اللي هو المهاجم النيجيري أو عمر بسام. طبعا طريق فكر كابتن عماد النحاس اكيد يعني 4-3-3 هيقرب المساحات في منطقته، هيلعب دفاع منطقه ويحاول يعتمد على سرعات لويس انستروزا في ظهر معلول هنا لازم، ومحمد حمدي زكي طبعا، بس محمد حمدي زكي بيخش للعمق اكتر يعني بيخش لجوه، لويس انستروزا بيلعب على الطرف في ظهر في المساحات اللي ورا علي معلول، لازم ايمن اشرف هنا يرحل شويه مع حمدي فتحي لما يسقط، لو لعبنا بالثلاثه ورا لازم ايمن اشرف يكون واخد تعليمات بالترحيل عشان المساحات اللي هيحاول هو اكيد هيلعب. هو ده اللي بيتكلم فيه، هو ده الطريقه اللي بيتكلم فيه، عشان كده انا بشوف ان الانسب ان هو يلعب بثلاثه ورا يعني عشان هم ثلاث اربع كرات ممكن في الماتش كله، بس هم ممكن يخشوا فيه جونين مثلا منهم لا قدر الله ولا حاجه، وبالتالي انت لما تلعب ثلاثه وتامن واحد يمين واحد شمال واحد في النص، لا بتبقى حتى لو على خط واحد بتديك حمايه للعمق الدفاعي، عالجت مشكله العمق الدفاعي اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. نعم بالظبط. دي فلويسن استروزا بيتحرك في المساحات اللي ورا علي معلول ومحمد حمدي زكي هنا، وهنا المهاجم النيجيري مهاجم كويس وقوي بدنيا برضو، هم انا شايف ان هم عندهم مشاكل دفاعيه واضحه جدا في قلبين الدفاع، فاروق كابوري كورته على الارض وحشه جدا سهل ان انت تضحك عليه، محمد شريف في مباراه الدور الثاني اللي فات عرف يضحك عليه ويسرقه في الهدف الثاني، برضو اللي جنبه محمد سمير طبعا لعيب خبره وكل حاجه، ولكن اعتقد برضو ان هم الاثنين عندهم مشاكل في التمركز. باسم علي يعني يعتبر طبعا ظهير ايمن مميز، اسامه رمضان احنا لسه ما شفناهوش ما نعرفش برضو مستواه عامل ايه، ولكن انا شايف ان مشاكل المقاولين في العمق الدفاعي وان انت تقدر تخترق من العمق الدفاعي والكرات العرضيه، اعتقد ان هي هتبقى سلاح مهم، والهدف المبكر في المباريات الجايه للاهلي هيريحنا كتير. هو ده انا وجهه نظري ان هو ده المفتاح، المفتاح للمباريات القادمه تحديدا هو الهدف المبكر. يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نحاول نيجي يوم الاحد برضو عشان نشرح ايه اللي حصل سواء يوم الجمعه او اللي هيحصل يوم الاثنين في مباراه المحله اللي كريم قلقان منها، احنا كلنا قلقانين من كل المباريات القادمه، هو ده طبعنا دايما ان احنا نفضل دايما قلقانين. عموما انا بشكركم دايما على تواجدكم معانا وعلى الشرح الكافي الوافي اللي انتم بتعملوه. شكرا يا كابتن اسلام وكل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين. انا بشكر، شكرا يا كريم، شكرا يا احمد، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله هكون مع حضراتكم بكره على الهواء مباشره. ما تنسوش انا كل يوم بقول لحضراتكم ان احنا دايما بنطلع الساعه 12 بالليل بعد انتهاء برنامج الاهلي ينتخب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله.